مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. اليوم عندنا موضوع مهم جدا، هو موضوع لجست كيسوف، يعني الحركات السليمة لإنقاذ الضحية. نتكلموا قبل ما يلحقوا رجال حماية المدنية، نقولهم معليش تعلم كيفاش تصلح آلة في اليوتيوب، صحيح بالصح اليوتيوب جامي يعني من المستحيل يعلمك لي بون جيست بور فير دي بريمي سوكور. حصتكم ولادنا تحت جناحنا تجيكم هذا الأسبوع بموضوع مهم جدا، هو موضوع الحركات السليمة لإنقاذ الضحية، لجست كيسوف. نشكر حضرة الملازم الأول على هذه المعلومات القيمة التي قدمها لنا في هذه الحصة، وتعلمنا عليه كثير يعني في الحقيقة. الحمد لله. يعني لازم رئيس المؤسسة مثلا هو مسؤول عن أمن التلاميذ والمعلمين والأساتذة في المدرسة. بإمكانكم التواصل معنا عبر موقع الانترنت ولدنا تحت جناحنا .com ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. إضافة إلى برنامج عمو يزيد ولادنا تحت جناحنا، حصة جديدة تخص الأولياء، تجيب على أسئلتكم مع أخصائيين في شتى المجالات في هذه الأوقات على الشروق العامة. مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.